الاهلي، الاهلي موقفه ايه؟ ايه كل اللعيبه، الاصابات، التعاقدات؟ اعتقد كلام مهم جدا. معنا على الهاتف مدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد اهلا بيك. ابراهيم ازي حضرتك؟ تحياتي كابتن عادل. اهلا كابتن سيد. وحشنا يا كابتن سيد. وبعدين عمل لنا دوشه ليه ومش راضي تنزل مرتبك ليه يا كابتن سيد؟ اه دي حاجه والله قله ادب حقيقه. اه والله يعني حد عرض وانت رفضت؟ ده انت هتلاقيك انت اللي عارض. هو اول واحد. اذا كان انت بتعمل تصور اصلا الموضوع ده طلب منك من مجلس الاداره، من كابتن محمود الخطيب، من حوالي اكتر من تقريبا اسبوعين من دلوقتي يعني. ايوه. فانت بتقدم التصور بتاعك وبتتكلم مع اللعيبه القديمه بتاعتك على اساس ان انت لو ما يعني انا قلت الكلمتين دول قبل كده يعني، لو انت في الظروف اللي احنا فيها والاوقات اللي احنا فيها على المستوى العالمي مش محلي بس يعني، حاجه مختصه بالنادي الاهلي او بالبلد بس، ده بالعالم كله. لو ما فيش اي تعاون في الفتره الحاليه ما بينك وما بين النادي او ما بينك وما بين البلد دلوقتي، هيبقى في انت يعني عندك انت يعني. لكن طبعا يعني اعتقد ان في حاجات زادت الحد قوي الحقيقه يعني. الناس ممكن يبقى في نقد فني، نقد اداري، في قرارات، في اسلوب، في تصريح، في كلام، لكن في سلوكيات وفي اخلاقيات اعتقد ان يعني الوقت اللي انت فيه ده وفي ظل الازمه اللي انت فيها ديت لو ما رجعتش نفسك هتراجع نفسك امتى؟ طبعا حاجه شخصانه بحته يعني. اللي بيحزنك كمان ان انت بتبقى تلاقي الكلام ده مكتوب في حتت كبيره يعني، المفروض ان هي فيها ليها مصداقيه وليها تواجد كبير قوي يعني، مش ممكن الشخصانه توصل ان انت تستخدم جورنالك او الموقع بتاعك في حاجه مع شخصانه مع بني ادم يعني. كابتن سيد انا عايز اقول لك حاجه في هذا الاطار وده اللي بنتكلم فيه. كلنا في النادي الاهلي يجب ان ندفع ثمن وجودنا في النادي الاهلي، لان احنا في نعمه ممكن ناس كتير شايفاها كتير علينا يعني، ان احنا نرتبط بهذا الكيان. انت بتتكلم على النادي الاهلي، اذا كان انت من اسبوعين ثلاثه يعني مجلس اداره وكابتن محمود الخطيب بيطلب من كل قطاع في الكوره سواء كان درجه اولى او اكاديميات او متمثله مثلا في سيد عبد الحفيظ في الدرجه الاولى في الفريق الاول، وكابتن رؤوف عبد القادر في النشاط الرياضي، وكابتن فتحي مبروك في قطاع الناشئين، وكابتن خالد بيبو في قطاع الاكاديميات، كل واحد يقدم التطور بتاعه في الفترة اللي موجودة الصعبة اللي موجودة في العالم ده. لكن انت المقصود ان انت بتضرب في كل الاتجاهات. تضرب اجهزة في بعض. ما هو ده اللي انا عايز ده اللي انا كنت عايز اكمل لك عليه يا كابتن سيد، عشان احنا بنناقشها مش عايزين نناقشها من منظور مشكلة الكابتن سيد والكابتن عادل والاستاذ ابراهيم والمش عارف ايه، الكلام ده مش كده. الكلام ده هو المستهدف في الاخر الاهلي وزعزعة ثقة الاجهزة. اوكي انت عندك حق، انت عندك حق في اللي انت بتقوله طبعا يعني، لكن هي في النهايه ما بقاش الموضوع باختصار شديد يعني، الموضوع ما بقاش باختصار شديد شخص قد ما بتتكلم في منظومه او نادي، هو المقصود نادي طبعا عادي، لكن في حاجات ليها علاقات بالحاجات التاريخيه الابديه يعني، الظروف الصعبه ديت مش بتيجي كل يوم ولا كل سنه، بتيجي مره كل 20 30 سنه في موقف زي ده ولا حاجه، فالمفروض ان في الحاجات دي بتتشال، بتتشل للعيبه، بتتشل للاجهزه، بتتشل للمسؤولين، بتتشل للشخصيات، المواقف ديت يعني دايما انت بتفتكر المواقف الصعبه وردود الافعال عند الناس، ما بتفتكرش يوم بيومه يعني، انت بتفتكر موقف صعب فالنادي عمل معاك ايه او انت عملت مع النادي ايه. الحاجه الاهم من كل ده وده يعني ان انت حتى في الفتره ديت يعني انت بتتكلم على مستوى كويس قوي كفريق اول او لعيبه او جهاز او مادي، موسم حلو جدا يعني، كويس جدا في ارقام ونتائج وعروض وبشكل كويس يعني. تمام انت يعني مع احترامي لكل الناس ومع احترامي لكل، لو انت بكل الانتقادات اللي بيشوفها النادي وكل الحاجات اللي بتطلع على الساحه الاعلاميه او بتتناول الحته الاعلاميه سواء كان مرئيه ولا مقروءه ولا مسموعه ولا ايا كان، مع كل الارقام اللي انت فيها ديت وبكل المستوى ده، ما لا قدر الله لو في حاجه متراجعه او في حاجه قليله شويه، لو حاجه قليله شويه ما كانش حد هيهاجمك يا كابتن. كان هيسيبوا على النتائج تخلص عليك وعلينا. انت السلاح بتاعك الحقيقه يعني هو شغلك ومردودك، انا ما بتكلمش على الشخص، انا بتكلم دايما على النادي يعني. بالظبط. ارقامك كلعيبه، ارقامك كجهاز، ارقامك كنادي يعني، حساباتك ونتائجك يعني، فما عندكش حاجه في اي وقت من الاوقات غير ان انت تشتغل يعني.
دايما انا بقول الحياه كده يعني، كل يوم في شغل وكل يوم في جديد وكل يوم في يعني اجتهاد، وربنا سبحانه وتعالى يوفق يعني. احنا عندنا شغل كتير جدا هنعمله، هو ده اللي عايزين نتكلم فيه الشغل بقى، لان طبعا في موسم الانتقالات كل سنه بيحصل لك الكلام ده، مفهومه جدا في موسم الانتقالات، في موسم التجديدات مفهومه جدا مقصود بيها ايه، وانت باذن الله يعني زي ما بتقول كده عملك. لا انا بتكلم انا بتكلم كمان مش على المستوى الشخصي، بتكلم على المستوى النادي ككل، كلعيبه ولعيبه قدامى او لعيبه جديده او لعيبه موجوده او لعيبه مش موجوده او لعيبه مشيت او لعيبه موجوده او لعيبه هتيجي يعني. خلينا بقى ايه، طمنا بقى التاريخ يعني، نخش على الشغل في جزئيه سيد عبد الحفيظ وامانته ومسؤوليته واهتمامك ان انت تخفض من راتبك. انا عارف ان انت اللي بادرت، فبالتالي اي موقع يغضب ان الكابتن سيد ما ردش عليه ما يكونش ابدا النتيجه ان انا اتهمه في سلوكه او امانته او يعني حسه الانساني، لانه ده حس انساني. فبالتالي اعتقد الكلام بيبقى معروف سببه ايه يا كابتن سيد. وحتى الخواجه لما اتكلم كل الناس قعدت فتره جدا عمال تقلب في علاقات ما بين الخواجه مع اللعيبه والخواجه مع مدير الكره، لما الراجل اتكلم الناس سمعته كله واكتشفت ان كل اللي كان بيتقال عن اجواء داخليه غير صحيحه. فخلينا نهتم. ده انا اول امبارح في جورنال كبير جدا مكتوب ان انا والخواجه طالعين من الاسم، بس انا وفايلر طالعين من الاسم. وانت قاعد مع الراجل يعني.